السلام عليكم، اهلا وسهلا متتبعي الكرام، مرحبا بقناتكم. اليوم ان شاء الله بغينا نهضروا على واحد الملف جد حساس وكيمس بزاف ديال المغاربه وبزاف ديال العرب فين ما كانوا. هذا الملف هذا خطير وحساس والناس ما كيقدروش يهضروا عليه بسبب الخطوره ديالو. اولا الخطوره ديالو باش توصل ليه، ثانيا الخطوره القانونيه. المهم انه الملف كيتعلق بواحد الماده اللي هي واحد يعني المعدن وكيتسمى الزئبق، وهذا المعدن هذا كيتوجد بزاف ديال الدول، ولكن حنا كاينين الناس اللي تيبغيو ياخذوه ويلقاوه في المغرب، وكاينين اللي تيحاولوا يقلبوا عليه يعني بدقه. علاش؟ لانه هو غير غرام منه كيسوى الملايين والملايير، فبالتالي كاين علاش غيقولوا الناس هذا الزئبق هذا اللي هو واحد الماده وممكن يمشي الواحد يطالع في الانترنت على شنو هي الزئبق ويقلب على كل شيء كيف المكون ديالو وكيفاش انه هو معدن وش لاش يصلح وكل شيء، ولكن هو كيتصلح بعض الامور ديال الشعوذه، وكاين بعض المرات كانوا كيستعملوه الفراعنه كيستعملوه باش يستخرجوا بعض الكنوز من يعني التابو ديال الفراعنه. ف اللي وقع هي انه كان جاو عندنا واحد الناس بلا ما نقولوا الاسم ديالهم ووقعوا في واحد المشكل بحال هكا. كان شي حد جا قال لهم واش بغيتي وتشريو هاد الماده الزئبق، هو كيسحب لهم راه عندهم الحق انهم يشريوها. هي ما عندكش الحق تشري اصلا شي حاجه الا ما كانتش مطروحه في السوق وعندها الثمن ديالها اللي كتحدد ليها الدوله بحال الذهب، ولكن باش انت تمشي تاخذ واحد الماده معدنيه مباشره من الجبال او مباشره من الارض او حتى لقيتيها، راه في القانون ممنوع عليك انك الا لقيتي شي حاجه في تحت الارض كتسقولك ديالك، لابد من اخبار السلطات سواء فوق الارض او لا داخل الارض من الكنوز، معنيتها انك لابد كتعلم السلطات، وديك الساعه السلطات كتعطيك واحد الجائزه من هذاك الجزء اللي لقيتي ولا واحد يعني ريكومبونس كي يعني جازيوك على انك كنتي صادق وجيتي قلتي لهم. اما انك خديتيه فانك تسمى اختلستي الدوله، واخا كتقول لهم هذه الارض راه في ملكي في اسمي ولقيت فيها البترول، راه غادي يقول لك لا البترول ماشي الملك ديالك، البترول راه الملك ديال الدوله. وبالتالي بزاف الناس ما كيقدوش يهضروا على هذا الموضوع. علاش؟ لانهم كيخافوا من المساءله القانونيه وتيخافوا من السلطات، وكيديروا انهم راه غادي يدوزوها فيما بينهم، ويدوزوها فيما بينهم غتوقع لهم مشاكل. من ضمن هذه المشاكل هي ان كاينين واحد الناس اللي مشاو واداو واحد المبالغ كبيره من اجل اقتناء هاد الماده هذه اللي هي الزئبق. شنو قالوا؟ قالوا حنايا راه كاين شي 9 ديال الغرام ديال الزئبق، ودابا راه حنايا غادي شي ناس غيبيعوه لكم وغادي تخلصوا واحد الجزء باش تاخذوا غير شي غرامات قليلين، وما قيمته 100 مليون، شي قال لهم انا غنعطي 200 مليون، وهذه مهم بداو كيحطوا المبالغ كبيره باش ياخذوا هذا الشيء. ملي مشاو داروا معاهم الناس انهم يجيو يخلطوا عليهم ويمشيو معاهم لواحد المحل وديك الشيء، وانا كنقول للناس من دابا يردوا بالهم انه الا استرجعك شي واحد لشي قريه بعيده نائيه راه كتكون عرضتي نفسك للخطر، لان انت غادي من واحد الوجهه اللي هي غير معروفه وغادي من اجل واحد السلعه اللي ما عرفتيها واش غتضر بيك ولا انت هي اللي غتكون السبب باش انهم يعني يستعملوك، ولا غادي يجيبوا لك الشرطه يقولوا هو كيتاجر في واحد الحاجه ممنوعه، ولا اذا ما عارفش مشيتي لواحد الوجهه اللي يمكن ما ترجعش منها. فهاد الناس هادو ملي مشاو لواحد الوجهه عطاهم هذوك الناس ياكلوا، وبدات بحال كيحسوا بواحد العياء، ولكن هناك السيده لاحظت بان واحد الناس كاينين الارجل ديال عدد من الرجال كاينين في واحد الغرفه واحده اخرى مجاوره، وهما مشاو عندهم 100 مليون في يديهم في واحد الحقيبه باش غادي يعطيوها لذاك الناس مقابل هذا الزئبق هذا. فانا قلت لهم عندكم الزهر اللي ما قتلكمش كاملين، لانكم باش عرفتوا شكون اللي كان تماك، واش هما غادي يخليو ياخذوا الفلوس ويعطوكم شي حاجه خياليه وانتم غتمشيو في واحد البلاصه نائية تخاطروا براسكم. واحد راه ما خصوش يكون ساذج لهذه الدرجة، راه دائما تنقولها إلا ما تبعتيش القانون ما كيحميكش القانون، فهاد المسألة هذه غادي تسمى إيه نصب عليك وكل شيء، لأنهم فعلا هاد الناس تنصب عليهم ما عطاهم لا زئبق لا والو. ملي قالوا لهم عافاك عطيونا هاد الزئبق اللي جينا عليه وجبنا لكم هاد الحقيبة ديال هاد الأموال وهانتوما خديتيوها، قالوا لهم الآخرين إيوا راه حتى نطلعوا للجبل نجيبوه،
ومعنيتها هذه هي طلع للجبل وسير ضرب راسك مع الحيط، يعني معنيتها انه ما عطاهم والو، ولكن هما راه يفلتوا بعضامهم لان كان يمكن لهم يقتلوهم تماك، وهذا الشيء خطير بزاف. وفعلا هذوك الناس خداو داك الحقيبه ديال الاموال ومشاو قالوا لهم دابا يومين ثلاث ايام غادي نعاونوكم، غادي نرجعوا لكم هاد المبالغ ديالكم. وهما صدقوا واحلين. شنو ناضوا؟ ناضوا داروا شيكات على سبيل الضمان في هذيك المبالغ اللي هما سلفوها من عند واحد الناس، وهذيك راه مبالغ كبيره، غتعطي الشاك ديال 25 مليون ولا 50 مليون راه خصك تاديها، لان الشاك شنو قلنا؟ الشاك راه هو مجرد تقديم، لان غير كتحطو خصك يعني تتخلصوا. فهما اضطروا انهم يعطيوها على سبيل الضمان، وجاب الله ان الاستاذه خيار محترمه دخلات في الملف، وان شاء الله غادي تعتق لهم هذا الملف هذا بواحد الاعجوبه، لاننا قلنا لهم هذا الملف صعيب بزاف، ان ما عندكش كيفاش دير باش تثبت انك ما عندكش سوء النيه. حقيقه كاين السذاجه ولكن راه ما كاينش سوء النيه، راه فعلا كان هناك نصب ولكن يصعب الاثبات. شنو اللي غادي يساعدنا؟ اللي هو كان بحال اللي قلنا دائما الهواتف النقاله وتمركزهم ولي زونتين غولي وداك اعمده التواصل اللي فعلا حددت لينا فين كان كل واحد فيهم، وان شاء الله باقيين اطراف واحد اخرين ما جاوش في الملف وغادي نجيبوهم، وان شاء الله غادي كنوعدوا انهم جميع الناس اللي عندهم بحال هاد المشاكل ما يبقاوش يخافوا يجيو عندنا، حيت حنايا ما شرطه ما قضاء ما حتى شي حاجه، حنا مستعدين باش نستمعوا ليهم ونعاونوهم في القانون، لان كتجيك حشومه وطايحه انك طمعتي، ولكن الانسان النفس ديالو طماعه، من يسمع الملاير اكيد انه غيبغي يغامر ولو ب 100 مليون، ولكن راه يضيع حياته ويضيع وليداته ويضيع كل شيء، وبقى في واحد المرحله اللي دابا واحلين في الشيكات. وانا كنصح الناس انهم ما يمشوش مع هذا التيار هذا اللي فيه هذه الماده هذه اللي هي الزئباق، ولان غاليه ونادره وهذه. وانا راه على هضرت على هذا الملف لان بطلب عدد كبير من المتتبعين والناس اللي قالوا لي صافي احنا ما بقيناش غادي نحشموا، ولينا حتى حنا غنهضروا على هذه المساله، لان كاين منهم اللي عطى مبالغ كثيره، كاين اللي باع ديورو، كاين اللي انتحر، كاين اللي هادي، لان هادي مساله كيطمع فيها الانسان، كيقول لا شريت 100 مليون راه غنقلب غنربح 3 المليار. فالانسان طماع بنفسه، فانا تنقول لهم غيمشي لواحد غير على قدو وحسن يحمي نفسه ويحمي الاسره ديالو. حنا راه جاو عندنا الناس مدمرين، جات عائلات كلهم باعوا ديورهم باعوا كل شيء لهم، علاش؟ لانهم غامروا وثاقوا بديك الناس وقالوا لهم راه حنا حتى حنا غنشريو معاكم واحد الجرام اولا جوج من هذه الماده ديال الزئبق. فمن الاحسن انهم يتجنبوا هذه المساله، وهذه المساله هذه كتسري حتى على الكنوز، حتى الناس اللي كيكونوا بغي لقاو شي كنز وكيبغيو يحفروا على هذا الكنز وداك الشيء، ما عندكش الحق تاخذ داك الكنز، راه الكنز ملك للدولة. انت ديك الساعة خصك تعلم السلطات وتقول لهم ها فين كاين واحد الحاجة وحدة، وديك الساعة السلطات كتحميك وما كتعتبرك انك انت مختلس ولا سرقتي ولا نصاب، وكتعطيك واحد الجائزة على انك علمتيها بواحد الحاجة، لان كل ما يوجد داخل الارض وعلى الارض هو ملك للدولة. وكنشكركم على تتبع هذا الملف، وما تبخلوش، اللي عنده هذا المشكل هذا ما يخافش ويجي عندنا، حنايا غادي نساعدوه في كامل السرية، ما كنقولوا لا اسماء ولا عناوين ولا حتى شي حاجه، كنخليوها في يعني في تحفظ باش الواحد ياخذ الحق ديالو بواحد الطريقه سليمه وصحيحه. وشكرا لكم.